20 حتكون بداية الأعمار. انفجار وعودة داعش وتنكيس علم في دولة عربية، أخطر توقعات وداد جابر 2022. أهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم أنا وهي والنجوم. لو أول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد، ولو الفيديو عجبكم ياريت لايك وكومنت وشير. أهلا بكل المشاهدين والمتابعين على قناة أنا وهي والنجوم في حلقة جديدة من حلقات التوقعات مع وداد جابر، والمعروفة بجرأتها في التوقعات. أصبح ليها شعبية كبيرة حول العالم نظرا لصدق كتير من توقعاتها واللي بتسمعها على شكل همسات ووشوشات. لقبها الإعلام بصديقة الجن، لكن هي نفت تماما أي علاقة ليها بالجن، لكن هي مجرد وشوشات بتسمعها في أذنها وبتكتبها فورا عشان ما تنساهاش. يا ترى ايه آخر الهمسات والوشوشات لوداد جابر؟ تعالوا نشوف مع بعض ونعرف ايه الجديد. اهلا بيكي ست وداد، كيفك؟ مرحبا متابعيني الكرام، الف اهلا وسهلا فيكم عبر قناة انا وهي والنجوم، معكم وداد جابر. بناء على طلب كتير من المشاهدين عاوزين يعرفوا الوضع في سوريا الفترة الجاية. اليوم حطلع بحلقة توقعات عن المغرب السورية، سبق انه امبارح كمان طلعت بحلقة توقعات عن لبنان. وبحب كل اللي بحب عنده اي سؤال او اي شيء بحب عن منطقته او بلده فيه يكتب بالكومنت. بتمنى الخير والسلام يعم على جميع البلدان العربية. بالنسبة لسوريا، سبق قلت انه انا من زمان انه حتى يرجع اللاجئين السوريين. انا بشوف كمان تحسن كبير باقتصاد سوريا، بينتهي قانون قيصر، كمان سبق قلتها من فترة كبيرة هالموضوع. كمان بشوف عودة اعداء سوريا للجلوس معها بعد المفاوضات، حتى السعودية حتحاول التقرب من سوريا، حتى بنشوف كل ما قلت انه في وفود سعودية حتكون بسوريا. حتشوف فتح المعابر السورية التركية بواسطة روسية، بس طبعا مش بالوقت الحالي، طبعا بعد مفاوضات وحتكون الواسطة روسية. انا بشوف كمان تحسن وضع الليرة السورية، بس مش اسا منتصف 2022 بعد دخل اموال على سوريا. انا حتى بشوف امريكا انه بتتقرب من السعودية وبصير في علاقات وحوارات بيناتهم. انا بشوف تغيير وتبديل بالمراكز بالدولة. كمان بشوف عودة سوريا للجامعة العربية، كمان سبق وقلت هيدي قبل بحلقة. بشوف انتهاء الحرب بسوريا بعد عدة اتفاقات. كمان بشوف في اشياء تبديل بالجيش السوري وتبديلات وتغييرات وقوانين جديدة. كمان بقول انا للشعب السوري الحبيب انه يطمنوا، الخير والامان والسلام حيجي على سوريا، وكمان حيكون سنة 2022 حتكون بداية لأعمار سوريا حتى لو مش كانت من أول السنة. أنا بشوف كل خير لسوريا قادم بإذن الله، بس كمان بشوف عودة داعش إلى السويدة. كل مرة بقول عودة داعش إلى السويدة وبيرجع، الله لا يقدر، يعني إن شاء الله الخير يصير والشر ما يصير. وإن شاء الله الخير والبركة والأمان مع الشعب السوري الحبيب، وبتمنى الخير والسلام العام مع جميع البلدان العربية. ست وداد، قلتي قبل كده ان العلاقات هترجع بين المغرب والجزائر، لسه عند رأيك؟ وايه جديد توقعاتك للمغرب؟ هلا نحكي عن المغرب. المغرب بشوف عودة العلاقات بين المغرب والجزائر، كمان بشوف ارتفاع مستوى المياه بالمغرب، يعني ممكن يصير في شوية فيضانات. كمان بشوف انفجار كبير حيهز المغرب، وحنشوف تكاثر مصانع نووية بالمغرب بس ما حتكون لشر. كمان حنشوف كاشف عن مخططات سرية ضد السياسة المغربية. كمان شوف تنكيس اعلام علم
بالمغرب حداد وتنتس على بالمغرب تشوف زلزال حيضرب المغرب بس حيترك اثر كبير وفيها ذات ارضيه كمان كمان بشوف مشاكل وفي مشاغبات بالمغرب او من قلب الشوارع المغربيه وهي كانت توقعاتنا للمغرب بتمنى يعمس الخير والسلام على ألف أهلا وسهلا فيكم وشكرا على متابعتي على قناة أنا وهي والنجوم. الحقيقة التوقعات لسوريا مبشرة باستثناء عودة داعش، أما المغرب فربنا يستر ونتمنى الخير لجميع الدول العربية. شكرا لكي ست وداد والله يعطيكي ألف عافية. لو عندكم أي أسئلة أو استفسار ياريت تكتبوا لنا في كومنت وإن شاء الله هنجاوب عليه في أقرب فرصة. وبفكركم لو أول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار بكل فيديو جديد. ولو الفيديو عجبكم ياريت لايك وكومنت، مستنية كومنتاتكم وتقولولنا عايزين ايه البلد اللي تعرفوا عنها جديد التوقعات والهمسات والوشوشات لوداد جابر وان شاء الله اقرب فرصة هنقدمها لكم.